من الجماهير يقدر يعمل حاجه، ولو عمل حاجه عقوبته بتبقى شديده جدا، وده ما بيحصلش في مصر. ده ليه بقى؟ عشان هم عندهم لائحه، اللائحه دي معروفه من بدايه الموسم، كل الانديه تبقى عارفه اللائحه، يعني العقوبه موجوده. مفيش بقى بتحصل زي القيد مثلا، زي ازمه القيد اللي حصلت في الفتره الاخيره. النادي بيتاجل له 3 ايام القيد، بتاجل فتره القيد 3 ايام، دي عمرنا ما شفناها. او نادي بيحصل في يناير بيقيد، اللي هو مفروض القيد الشتوي في يناير بيقيد صفقاته في فبراير، بتحصل بس في مصر. الكلام ده ما ينفعش يحصل، الكلام ده بيحصل بس في مصر، لازم في الدوري المصري يعني. لازم الحاجات دي تتعدل. على فكره بالمناسبه احنا اللي وصلنا له او ترتيبنا حاليا بالارقام، احنا الدوري رقم 113 على العالم بالارقام. موقع تيم فورم الانجليزي عمل تصنيف لاقوى الدوريات على العالم. الدوري المصري لو نستعرض الاحصائيه هنلاقي ان احنا طبعا اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، بعد كده الدوري الايطالي، الالماني، ده قبل ما الصفقات تحصل بتاعه الدوري السعودي يعني. الانجليزي، بعد كده الاسباني، بعد كده الايطالي، بعد كده الالماني، بعد كده البرازيلي، دول اقوى 5 دوريات في العالم. تمام. الدوري المصري ترتيبه 113 على العالم، وده ترتيب بالنسبه هل للمصر. تسبقه اي دوريات عربيه اخرى؟ المصري الرابع على افريقيا، اول اقوى دوري في افريقيا الدوري المغربي. مغربي يليه الدوري الجزائري. طيب ده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن حشيش والحاج محمد والاستاذ عصام، ان هو المغرب عدتنا بكتير، المغرب عدتنا والجزائر وتونس وبعد كده مصر. يعني حتى لو نستعرض معانا الصوره، الدوري المغربي الاول، الدوري الجزائري الثاني، الدوري التونسي، الدوري المصري. ادي دي الاحصائيات الدوري المصري. شوف انت بقى احمد تاريخ الدوري المصري بالنسبه للدوريات دي ايه. الدوري المصري ترتيبه كام؟ 113. ده دول اقوى دوريات في العالم، الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني. كمل. برازيل، فرنسا. هات اللي بعدها دي اهم تركيا. واحده اللي هي اللي جايه هي ديت. الدوري المغربي اهو واخد 64.5%، بعد كده الدوري الجزائري 63.2%، بعد كده الدوري التونسي 62%، بعد كده الدوري المصري 59. يعني الدوري المصري بقى رابع، يعني افضل دوري. المفروض الدوري المصري طول عمره رقم واحد في افريقيا. من ايه الاسباب اللي وصلتنا لكده؟ انا بشوف ان اول حاجه احنا محتاجين، لازم الاقتراح ده يبقى موجود، ان احنا لازم نقلل عدد الانديه في الدوري المصري، لازم، لان دي بتعمل مشكله كل سنه. انت عندك 18 نادي ب 17 مباراه في 2، كل نادي بيلعب 34، فبتضطر ان انت تخلص الدوري 1-9 و1-10. طب ليه ما يكونش في فكره من الاول اصلا ان انا ابلغ الانديه يا جماعه ان هيبقى في 2 كمان زياده في الهبوط، ويبقى النادي 16، يعني الدوري يبقى 16 نادي. اعتقد ان ده هيبقى حل من الحلول المهمه جدا. 16 ولا 14؟ 16 يعني في البدايه، حتى تبدا باثنين بس تدريجي. تبدا حتى ب 16 نادي، 14 قليل قياسا على تعداد السكان وقياسات. يبقى أوكي. حتى 16، يبقى كل نادي هيلعب 30 مباراه في الموسم، تبقى اخف شويه من 34، يبقى انت وفرت شهر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بشوف ان لازم يكون في رئيس حكام اجنبي صاحب شخصيه قويه زي كلاتنبرج كده. لما كان موجود شفنا بصراحة كان أحسن رئيس لجنة حكام مسك في الفترة في السنين الأخيرة. حقيقي. صاحب شخصية قوية، عنده حساب، ما بيخافش من حد، ما فيش رئيس نادي بيكلمه في التليفون يقول له أنا عايز حكم معين أو حاجة معينة. الكلام ده ما بيحصلش غير في الدوري المصري، لكن لما يجي لك رئيس تحكيم أجنبي خلاص الراجل بيبقى محدد الحكام، بيقيم، بيدي ثواب وعقاب، بتحصل الحاجات دي كلها مع رئيس تحكيم أجنبي. النقطة التالتة اللي بشوفها مهمة جدا، زيادة عدد الجماهير. الدوري السعودي احنا لسه كنا بنتفرج على ماتش اتحاد جده والنصر، الهلال 30,000 او 35,000. هنا في استاد القاهره مثلا في مباراه الاهلي والرجاء او الاهلي والوداد شفنا 60,000 و70,000. وبعدين الدوري المصري مثلا لما بيقولوا الجماهير الاهلي او اي جماهير 50,000 5,000، بتلاقي ال 5,000 موجودين. فاحنا نتمنى ان الاعداد في الدوري المصري تكون 10,000 و15,000، تبدا برضو الزياده تدريجيا، خاصه ان احنا ماشيين في طريق كويس. فلازم على الاقل المباريات في الدوري المصري ما تقلش عن 10,000 مشجع، لان الجمهور هو اساس، وهو اللي خلى للاسف الغياب الجماهير هي اللي خلت الدوري المصري يتراجع للمركز الرابع على افريقيا بعد ما كنا المركز الاول. لازم يكون في اتحاد كره قوي. اتحاد كره قوي يعني ايه؟ الاداره اللي كنا بنتكلم فيها. صحيح. اتحاد كره قوي يعني ايه؟ يعني انا ما بخدمش مصلحه نادي بس وبسيب باقي الانديه، او انا مثلا بستنى القيد لنادي معين واسيب باقي الانديه، لا، احل زي ما احل مشكله نادي بحل باقي المشاكل. ما اسيبش النادي الاهلي في مشكله مع منتخب مصر عشان اللعيبه واسيبه واحل مشاكل انديه ثانيه، ده ما ينفعش. صحيح. لازم اتحاد الكوره زي ما انت
لو انت مثلا زملكاوي لازم تنسى ان انت زملكاوي في اتحاد الكرة او تنسى ان انت اهلاوي. لا، مفيش مانع ان انا ساعد الزملكاوي، ساعد الزمالك وساعد الاهلي، بس ساعد بقيه. طالما انت قابلت ان انت تكون عضو مجلس اداره في اتحاد الكرة لازم تنسى ان انت انتمائك للنادي المعين وتخدم الانديه المصريه كلها. ولازم يا احمد اتحاد الكرة هو اللي يدافع عن اي نادي مصري بيلعب في معترك.